احنا بدأنا ان المسيرة سلمية ميدان رابعة لحد قصر الاتحادية. الرسالة احنا عايزين نوصلها للجيش اللي احنا اصلا سلميين ليس دمويين، وكان معانا نعوش دي نعوش رمزية، غير اللي احنا عندنا حوالي 85 شهيد واكثر من 1500 جريح حتى الان، واحنا ليس عنفيين او دمويين او ارهابيين. الله اكبر الله اكبر.